إلى كوريا الجنوبية حيث تستمر المواجهات بين مكتب النائب العام ورئيسة البلاد بارك جون هاي. ودخل التحقيق الذي تجريه النيابة العامة يوم الأحد إلى مرحلة جديدة. تظهر النتائج الصادرة عن تقرير التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في مرحلته المتوسطة أنها قد جمعت ما يكفي من الأدلة لدعم موقفها، وفي الوقت نفسه قالت أنها ستواصل التحقيق مع بارك جيون هاي، حتى أنها قد تنظر في إجبارها على الخضوع للتحقيق. وعلى الرغم من أن الدستور الكوري الجنوبي ينص على عدم محاكمة الرئيس، غير أنه لا يعفيه من التزامه المتمثل في قبول التحقيق، ولذا فإن موقف الرئيسة بارك حيال تحقيقات هذا الأسبوع يثير اهتماما شعبيا، خاصة قبل إجراء فريق التحقيق الخاص التحقيق المستقل. وأشارت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية إلى أنه بعد نشر النيابة العامة لنتائج التحقيق، فمن المرجح أن تبحث بارك جون هاي عن ذريعة أخرى لرفض التعاون مع لجنة التحقيق، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تأخير الوقت وإيجاد متنفس لها، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا بين صفوف المواطنين. وهناك الكثير من الشكوك لدى جماهير الشعب، خاصة بعد أن أعلنت بارك جون هاي عن قبولها التحقيق علنا، فكيف ترفض الخضوع للتحقيق الآن؟ كما قالت جماعات مدنية في البلاد أنها ستقوم بمظاهرات واسعة النطاق، وأن عدد المحتجين سيسجل رقما قياسيا جديدا.